اللي يعانون من الرمل بالكليه او الحصو بالكليه خليه يتابعون هذا الفيديو. تاخذون معدنوس بقد كف الايد تقريبا، هذه الكميه اخليها بالخلاط واضيف وياها كوب من الماء واخلطها. هسه صار عندي العصير حاضر، راح اصفيه، اخلي مصفي واصفيه. هذا العصير صار عندي حاضر. هذا العصير ينشرب على ريق بحالة انه انتو عندكم حصو، يعني صاير عندكم هسه حصو بالكلية او رمل خشن بالكلية او رمل حتى بالمثانة، هذا الشرب لمدة 12 يوم، 10 ايام 12 يوم يوميا، معدنوس ومي على ريق. بس بحالة انه انتو بس للوقاية اذا تاخذوه بالاسبوع مرتين يكفي ويوفي. اذا تريدون تستفادون بنفس الوقت من الحديد، لان هواية بحديد هو المعدنوس، فنخلي وياه عصرة ليمون حتى نستفاد اكثر، هم حديد وهم بنفس الوقت ننزل الرمل او الحصو بالكلية. طبعا هو طعمه يعني